مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية ويوهليان رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية قدوميها قولها أقل كسر مسؤولين يتدوين كلا يا مسجد كاسبايس الإسلام كا صلاة جنازة كل دكدي مرحوم عبد الله محمد شروع وحالي كوغيريو دي مقالة مقدشة وحين الله غبريان إن شندي فردوسو قداقو مرحوم شروع وكمدها تتكسيد وين وغسو شاقيي نبضين تدالكا يو وديك دبلشة الصوماليات حالي دي آتكا يدالكا نصومري مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية مضاني حسن شيخ محمود وتعسو دري قويسكا إهلادا يا أصحابتي وكتغي أيات المامي إن مرحوم شروع وها شخص مهم وها قرنك الصوماليات كون سنتنا وناك فلستا مرر بضان نفتي سقطر وقليي سيدتك الصومالي دوهل الهايين نبض وضن نولان شو إيا دولة بسيدة دالكينا مجتمع الصوماليات مالكستو أيكونوا ليهن نو أديوها وآدي آد وعامها وكشق الجرين نبضة يسكين الددتك أيو كشق الجرين نلشيسي شقك لأي مهنتك لأي وأنا أقول أن أنت أنا 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 شروع أنا أنا مجرم وأنا هين أنا كشق مصالحة أنا بدا أنا كشق إغاثة يوغرغاري دادكا سمري إيمان دادكا صوماليات مالك ستو أي كلو ليهين سمري إيمان الله كسيو أهل كي يا قرابدي يا وكبح نسيو كالا دادكا صوماليات يا لو تعزيني يا شخص صومالي أيوا أنا كسوكين Soomaali oo wax uga soo kiyay aali jiray midnimada dalkaan iyo midnimada dadkaan iyo dhowrista dadkaan ee dalkoodana soo taagnaan duugi aad iyo aad u dhigna ee dalkeena soo marnay ana ogaahay dhowr mar inuu xataa nafsadiisa qatar u geliyay inuu mowqif ummadda lagu gargaarayo ama warka saxar u sheegayo oo qaato marka waxaan leeyahay saaxiibkeen Cabdullaahi Maxamed Shirwa Allah uu naxariisto sabri iimaan dhammaanteen Allah nagu wada siiyo figar ama qof wuxuu ahaa heer qaran ah ee tacsi qaran waa uu loo dhigi doonaa aaskiisa kadib haddii aan la yiraahdo dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan ka codsanaynaa inay u soo duceeyaan in Ilaahay jannada firdaws ka waraabiyo aadi aad ayaa u mahadsantihiin wa salaamu calaykum Nasr Bashir Cali warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho